لو كان أمامنا ملحد سوف يصدم بهذه الدراسة، لن يستطيع أن ينكرها لأنها موجودة، تمام. جامعة هلسنكي موجودة والدراسة موجودة. نعم. وجدت أن هذا الملحد يقول عكس ما يبطن. ماذا فعلت؟ أحضرت بحدود 20 ملحد وأخضعتهم لتجربة بسيطة جدا، وضعت أجهزة من ديانات قياس. مختلفة أم النصرانية؟ ملحدين، لا ربما خلفياتهم، الخلفيات الدينية ربما تكون مختلفة، مختلفة ولكن أكيد. يشتركون في الإلحاد، عقيدة الإلحاد. تمام. أي إنكار وجود الخالق. نعم. عز وجل. وضعت أجهزة لتحسس الجلد، قياس درجة الحرارة، قياس الموجات التي يطلقها الدماغ، قياس نبضات القلب، ضغط الدم، غير ذلك، مجموعة من الأجهزة تعطيك ماذا يحدث داخل الملحد عندما نقول اسم الله تعالى تحديدا. الله. تمام. عندما تصوره الكاميرات لا ترى أي شيء، ولكن الأجهزة تقول عكس ذلك، ترصده. نعم. طبعا. وجدت أن ذكر اسم الله عندما يتم أمام هذا الملحد يتوهج في دماغه مركز الخوف. لا إله إلا الله. هناك مراكز في الدماغ خاصة بالكذب، مركز للرؤية، مركز للسمع، معروف يعني. تمام. تركيب الدماغ، هناك مركز للخوف، عندما يخاف الإنسان ينشط، يتدفق الدم بسرعة. لا إله إلا الله. وهذا ترصده أجهزة المسح بالرنين المغناطيسي. حينما يسمعون كلمة الله، الله ينشط وتعالى مركز الخوف في الدماغ، ينشط مركز الخوف، وبالتالي فإن هذا الله الملحد يخاف. قالت بالحرف الواحد إن الملحد أو الملحدين يقولون عكس ما يبطنون، ما يبطنون فيه نفاق. وقالت أظهرت نتائج البحث والتجربة أن هذا الملحد عندما يذكر أمامه اسم الله، وبخاصة عندما نقول له إذا كان الله موجود أدعو على نفسك مثلا أن يهلك الله أباك أو أخاك أو ابنك مثلا، فكان يتوهج بشدة مركز الخوف أو ينشط. فقالت المؤمن الملحد في قرارة نفسه يؤمن بالله ولكنه ظاهريا يجحد وجود الله. الله عز وجل قبل 14 قرنا ماذا قال؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الله. صور لنا سبحانه وتعالى. لا إله. حسنت. الحقيقة النفس البشرية. نعم. هذا ليس بمقدور محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه أن يصور لنا أعماق هذا الإنسان الذي ينكر وجود الخالق. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.